بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبران خوش تفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جای کین لبن صلوات خود لبن جارا کدی هدین خدمت و دارو پیش کش کردن خلاك کدیش برنامه و برنامه دجال قرآن خوش کبرات رزدار هم امبر دوامین دجال بابت کیف نتعامل مع القرآن دچا و سر دریا کد درست دجال قرآن کینو چا و درست وی قرآن جهین وشوان باباتكي جالك دريجة وموضوعكي دريجة أم جاشت بين خصائص القرآن يعني طيبة مندية قرآن قرآن عندك طيبة مندية هين نوكي چه پرتوكونا نوكي چه آخفتنا نو آخفتنا خديه همي إعجازش همي رياضة معجزاجي وإعجازاجي يعني وكيد بيجم نظرك خدا معجزية وإعجازاجي قرآن عندك إشارات بهندك تشتادين بورين دمي او تشتا دي اشكرابن السر مزناهيا في قرآن خلق بوري اش خصائص القرآن جي ام جاشت بما قد بحث اعجاز نظم القرآن كين طبعا قرآن كلام خديه ام تظانين بيفت خدينا اكار سر زمان تشتا كي جي خد تعالى وكي بجم بما خبر دابد هر خديه بما سياغا كي هر خديه قوتي وقت بجد وقال فرعون وقالت النملة عن قال موسى قال يعني اوه هر آخفتن خوده كلام خوده و كلام چه تشتو و چه بشرا و چه اجنا و چه شيطانا و چه حاشا حتى نهي چه پیغمبرا يعني دگل يه خوده تيكل نبيا و مختلط نبيا بجل لو ما قرآن همي رياضة اعجازة اعجازش همي ناحية با يا بلاغه و يا بيان يا يعني طبي يا زانستي يا جمارا يا حتى دمائكي بجل جبابت نظم القرآن كو جالا جارا هكر ايك اخفتنا كي ام انسان اخفتنا كي دوباره سبرا جاليك نفسي كلمه نفسي حرفا بجين بنمونه دي اخفتنا ما جالا جالك سقط بالذكريت بدي نخوش بد وقت ايك گهداريت كد اوا چه اوا بس بابات خو دوباره كد ان اخفتنا خو دوباره كد ان حتى جالك زحمته جالك نخوش يعني حرفه كي دواس يا كلمه كي اختم دوباره كين يعني السر نفسي نخوش بس سبحان الله قران نوصنا قران خد تعالى وصل چگيري چن دوباره و چن تكرار و چن كلمه ديفيك دواكي ايك هات من عندك وصف قراني هاي عن حرف يعني جوانيوي نا توصف كلين هندي يعني يا خوشه خدت على كلمه او حرف يبكار اين وقت ديفيك دوتن گل گنجايت گل نبرا دنگي يا صوتي يعني شمي ناحيه بنمونه خوش كبرات رزارش نظم القران اف اياتك گلك اياتك عجيبه سبحان الله يعني اف التحديات دا چه زمانه و چه لغته نينه سي چار حرفك ديفيك دابن معنى خبدن معني بدن رمانا ودرس بد وجوان بد بو خواندن وكس ازعاج خواش نبينت آن بشي درس بجد بي زحمت و بي سهل يعني إلا زحمت سي چار حرفك ديفيك دابن هر زمانه كي دابد حتى نشي بجي قالك جارا اموكو يعني اوديا بكار تينين يعني بو ايك وقت بجي كاف فلان كلمة وقت هندك پيوا كترس حرفك سي چار جارا توي پيوا دوبارت بمروف نشي بجد خلطت بد بنمونه اف آيات وقت خد تعالى بجد قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى صحكن او حرف بشتيوتين بينش ميم نفسينا دفي فان دسي فايفودا بينش ميم نفسينا وسي شوانا جي شدا يلسر شدا جي نشانا تشيا او حرفه يعني دوباره يعني دو حرفه او هر حرفك شدا السربت او نشانه علامته او حرفه دو جاره يعني شنو دو جاره بنفسينه شديد دين السر خجاره يعني بري شدها بالدرب كبد مثلا تو بيجي ولا ضالين جاره كده دو لام تحت النفسينه بس شنو دو لام بنفسن لام كده شده دين السر يعني شده نشانه او حرفه دوباره يا بجا بينش حرف ديفيك بي فاصل ان ام بيجن جاليا شدد من هشت يعني هشت ميم الجليك بي فاصل بي نوفر تنقوتني و جلا جلاك خوشة جي هر دنگي قوي خواب ده دنگي حصاري عبدالباسطي منشاوي هر قارئة كي هبت وقت في آتت بيشت هما مروش جوانياوي خوشياوي تير نابد اف زمان ديدت آخفتنا كي ايك عادي بيشت احتمال مروف دي جلا جلاك خلبت و زحمت و كريت و نخوشة بس آخفتنا خودي چوابت يعني مروح هب بانا كي دن يعني بانا كي دي چواب قوي خواده تهندي هند يعني خود تعالى جوانيا قوتي بجا ما قلت يختي بجد وبركات عليك وعلى أمم ممن معك يعني هشت ميم ديفيك دهاتين وبقوتني خوشة جلك
وهر مروف حصل جوي خب دت في كلمة قيلة يعني صورة هود آياتا تشلو هشتي بينش ميم نفسينا وكون نفسين كتابة بس نطقا لفظا هشت ميم تيتغوتني چنكي سيشوان ميم بشدنا جل إدغام كرنا وانا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أمم ممن معك يعني تشلو غطا أفتشتا طبعا تحديات داكو هبت ديفيك دابن ومعنى خابدت بين أفبر ومعنى خابدت هشت حرف ديفيك دابن أفتشتا طبعا تشلو غطا وتش زمانة دانينا زحمة أبو قوتني كريتا نخوشا يعني آن دي معنى تيك شد آن مستحيل يعني هما أفتشتا نينات تش زمانة دا وهو أكيد بيجن يا جيران جي ومروف دي خلط بجي چه تناسق تدانيا بس سبحان الله يا قرآن تناسقك جوان معناك جوان و هر مروف حس كد گوه خواب دوته و چه رمان جي تيگنا چد و يعني هج جارا جي يا دوباره بي لهم هم دي بيجين فعلا نظم القرآن اعجازك بجا طبعا نظم القرآن گلك ان شاء الله خلقه و خلقه بيجي دي بردامي دينه قرآن اعجازش هميلا و اعجاز بياني يا لغوي و چند كلمة دوباره بجي هر يا خوشه بجا شوان خوش كبرات رزدار ما قلت امشين بكين بسيار بجين بوچي قرآن قرآن و بيروس انا بجي نظم القرآن مزنا يا قرآن بتكار اينانا پيفت وي انا اول بجين پيت و حركة و پيفادا هل بجاتنا پيفي كار اينانا پيفي ادگل وي جيد گنجد گل يعني سر دنگيته سر كلمته سر حرفته حتى كلمه هاي يعني تمثيل معنيت كد كلمه بخب خو تمثيل معنيت كد هكذا بگه از بجو مثلا بونم كلمه حلال يعني از دويم روي ذاكريه مفتوحه حلال يعني درست تو اتشتي بكي بوتا مفتوحه وحلالة بس وقت امر بجو حرام اكثر دمائي كي تدجرتني يعني اتشتا نال شبه تو اتشتي بكي يعني تمثيل معنيت كد او پيف وانا بجو او پيتتوية پيفه دا تمثيله الالفاظ قوالب المعاني يعني جل قنجد ما عربي دا هاي جلك تاني في بصيارت يعني خوش كبرات رزدر مثلا بوش قرآن فلان تشت بحث نكرة ماني ما جل جاف آيات أقول بي ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يعني بخوا قرآن شاش صادو سي چار صفحة چوا چم بحر الدنيا ببن حبر و دار دار تو پیوچ هندک دار هزار هزار قلم دیکونه ببن قلم او پیوت خوده بنویسن علم خوده نا خلاص نابن یعنی چی گله کی تن وی بصیارت کن هند احتمال هندک اوی تن میجنی زکی الحاد آن ملحد جی بو چی قران بحث فلان تشتی نگره بو چی بحث سیاره نگره بو چی بحث تلفن نگره بو چی بحث تلویزیون نگره بو چی بحث کهرب نگره بو چی بحث نظام یعنی اف تایب دفت پیش گفتن وگان گله کیشتا قرآن مثلا كلمة ما فرضنا في الكتاب من شيء بس أو فرضنا في الكتاب من شيء تشتشتا أو تشتيكو أم دي هوجة بيني وأم دي يعني محتاجة بيني وترى ما بكت خدي داية وما بيتشي نبت أما أفات شيانت ما دابت خدي تعالى إشارة بي داية يعني بو نمونا هكا تو بجي بوشي خدي بحسي كاميرين أنك تلفون كلامي خدي تعالى شوية مصدر يا قوتي وجوامع الكلمة قرآن قرآن يا قوتي أول كلمة اقرأ اقرا خلاص او تستهمد كفن بن قران نا كتاب كان بجنيا يا علم الجيولوجيا وبيولوجيا وعلم الفلك وعلم الفضاء وعلم الكونيه وعلم علم الزراعي وعلم التاريخ نا بس اشارات بيدون اي كلمه جوامع الكلمه او تستهديها ميتش بنفا ام تحديت كن قران اول كلمه اقرا معناها تستهمد زانست يا دست بگيري هر تستكيب علمي اشكرا بده كشفت قران بري ميدايه بس ام بصرمان تقصيريت كين حتى هندك تاين امشين بيجين حقيوان انا بيبسترگنش كي ام بصرمان تقصيريت كين بيش كفتنا علمي بخديف علمي ناتش قران يا قدما اقرا اول كلمه خلاص اقرا هميتش دي دي يعني ديف دائم بله يان بنمونه حتى علاقه الزوجي هندك بيجي باني خد تعالى كلمه حب تنظر شنو ظلمه دب كارنينا بله بس شويه ماستر ياب كار ايناي شويه ماسترش حب ماستر چنكي حب هنده جارا دي تو جالا حشي كده احتمالا جارا كهي تو حشي ناكي هنده كيه متاو حشي كرنه آن حب وقتية احتمالا تشتايدي تو جوانتر بيني مثلا دي حشي كنا تابو في تشتي كيه بو ايدي دي زيدا بد
بس خودش حب ماستر يا قوتيت قرآن دا نافبرا جنوميرا دا راستا ايكيب سيارة كير شما مستاكي بوشي خود تعالى كلمة حب تنافبرا جنو ظلمة دا بكارنين ما بي حب چيت بد انسان هف جنية پير كلينت اوي زاناي قوتي خودش وي ماستر يا بكارين اش حب وجعل بينكم مودة ورحمة قالك وقالك اش حب ماستر مودة ورحمة حتى حتانا يعني حتى هر دو پير جيت بند الگلك مودة ورحمة جلق ماسترش حبي حبي زيدا وكيمت بد يعني قرآن أم بيجين جوامع الكلمة أكار ما قلتي هبن في تشتي بسيار بكن دي سوا قرآن يعني أمشين بيجين جبلي جوامع الكلم جي هندك تشتي دي تداهين بيجني ثنائيات ومثلثات ومثنيات ومثلثات تشت حرفي دابد حركي وحرفي تشت كلمة دابد مثلا مثنيات خد تعالى وقت القرآن دا بكارتينت كلمة وأقيم الصلاة وآت الزكاة صلاة الزكاة ساكي ثنائيات مثنيات خوف وجوع جنة ونار ليل ونهار رغبة ورهبة جن وإنس شمس وقمر موت وحياة ذكر وأنثى الثقلان إنس وجن السماوات والأرض منكر ومعروف دنيا وآخرة يعني فان كلمات بجني مثنيات تثنية يعني جود جود چند خوش نقطة مرفت خوينة قرآن دا افجا چه مثنية يا كلمة بچ يا حرفي بي مثلا حرفي وقت حركة تتغورين معنى تتغورين جوامع الكلم مثلا بر هر دي يابس آمجين بر يعني قمح جنم بر احسان يعني چه غورين آدي بد چه مثنياتي دي وقت ما قوتي كلمة بد مثلثات خوش كبرات رسار هر او كلمه نه اوید کو سه حرفا پیکاتبن بلی حرکا اولی آن یانی وی بیت گورینه بونمونه وقت هم بجین غمر عربی دا یا هی چه لغت دیدانی نه اوه نظم القرآن کو هم بجین بود چی قرآن عربی هزارها دلیل تاین هزارها بلگه تاین کو عربی لسان عربی نه بحث قومیت عربیه بی لسان عربی نبوده بی لسان العربی وكذلك أنزلنا حكما عربيا نا حكما باللغة العربية نبعث اللغة عربي لغة الدنيا همية دليل قالت هاي نا عرب عالم مفسر حتى أنبجين دانر بلاغي ونحوي وصرفي وقالت ناحية عربية نا عربا أصلا قالت مفسرش عرب ويتين زيت نا عربا هذا معنى عرب وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هركس عربي باقف تما عربا يعني چا عرب يعني كلمة عربي بخواه وقت خدت تعالى بحث صفات حريات عربا أترابا معنى عربي نبحث قومية عربية لغة عربي يعني وكيد بيجن تشكي ماسي تامة كاملة يعني وكيد بيجن يدير خالية من أي نقص وعيب هذا معنى عربي أبايا لسان عرب نبحث يعني وكيد ما قلتي قومية عربة قرآن وكيد بيجن يا مشمولة بو الدنيا هميانتي ويتنا عرب جالك جاش عربي ش عرب والله وطرد ظنن احتمالا نشن وكو لغة عربي قوميات عربي كو بي باخفن بس هندك يتاين مثلا عالمة فارس يتاين تركي يتاين كرد يتاين يعني افغاني يتاين باكستاني يتاين انجليزي يتاين عربي دا بخواه زيراكين جالك و جالك ش هندك عرب واجي زيراك ترن معنى بالدليل كو عرب يعني وكيد بيجن كلمة عربيا يعني تامة كاملة خالية من أي نقص وعيب دي سبب قرآن عربية چنكي جوامع الكلمة كما قلت ليس لها حدود چه حد نين بو آخفتنا خده وكلامه خده وكلمة قد قرآن ده هاي حمالت أوجه قلق معنى بخوابت جرد وكما قلت نيلة قرآن همي تشتا يعني كلمة بخواب بيجد بس كلمة قلت أوجه چم بنفع وكما قلت اقرأ خده كاملة چم بنفع خودی تلفن چند بنده کهرب چند بنده سیاره و طیاره و همه تشت چند بیه کلمه داره چون ریکا علمی هاتی آوچته یه هاتی چکینی و کشف کردنی به جا یک کلمه گلک معنی خوا یعنی معنی دیجی بنده هی بنمونه آتا که قرآنی هی زانا این فیرو خفافا و ثقالا دو کلمه نه بس دوازده معنی تفسیر چند بنده و همه جی درستن این فیرو خفافا و ثقالا یعنی تو تیر عیال بیان تو کیم عیال و تعال نبود تو گلک سلاح تا هود آن تا کم سلاح هود تا سیاره آن امجیم حسب بود جهاد تا هود آن تو پیاده به هر جهاده تو زنگی به تو فقیر به هر جهاده تا
تو قلابة الزعيف بها تجي هرج انفروا خفافا وثقالا الأبا همي يتبخيرات ويبخيرات مهم جالك وهميجي درستن مثلا قد تخلط عربي سيقول السفهاء السفهاء بو أحبار اليهودة يهودية بو السفهاء بو منافقة السفهاء بو مشركة بو كافرة هميجي درستن في معناتها يعني حمالت أوجه معناه جماعة الكلم يعني اختصار الكلام الكثير في كلمة واحدة أنا بجن يدل على أكثر من معنى أنا بجن معاني كثيرة بكلمات قليلة جدا هذا معنى جوامع الكلم خوش كبرات الإصدار هذه اختصار الكلام الكثير في كلمة واحدة بنمال أختم بجن هل لا يعني لا إله إلا الله حوق لا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله بسم لا يعني بسم الله الرحمن الرحيم استعاذة يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بنمونا كلمة قد قرآن داهاي بوش همجين قرآن بعربية مثلا نب إنجليزي تجارة نا إنجليزي ونا فارسي ونا تركي ونا كردي كسنا جهت كلامه وكما قلت لسان عرب نبحث قومية عربي بنمونا كلمة قد قرآن داهاي أنلزمكموها إك كلمة بتنية بس برانبر بصيارة في لغة إنجليزية بجن حفت كلمة إنجليزية حفت كلمة إنجليزية و إيه كلمة عربية يا بنا أمة إيه كلمة بس برامبري جل كلمة لغة الدية يا ابن أمي مثلا فسيكفيكهم الله فأسقيناكموه فا مثلا يا عطفية وأسقينا فعل ماضية فعل ماضية نا فاعل كوم مفعول به أول ها مفعول به ثانية مهم يعني وكيد بيجن كالاختصار الكلام الكثير في كلمة واحدة ابتني ياد قرآن دا هاي تشتاكي دي خوش كبرات الإصدار يا جالا جالا جه عجيبية عربية دا هاي بيجني إعراب لغة الديدانينة لغة الديدانينة بيجني طبعا بحثي إعجاز النظم القرآن تكين بس أفاجي تشرب دماغيك نايد بنمونة جملة كت عربية دا هاي بريكا إعراب تركيزات عن هزرات عن معلومات جديد لسر تشتاكي دبته چار کلمه نه ولو من نبید ام برنامه خواه همی ویادی و برینی چکی دیبید یلک بس ده جمله جه چون هر ده جمله جی من نبید ام همی شرح کنو درست کن پاشه انشاءالله ام یعنی چین هر خوش خیلی برای که ببید ام بو بیجین بس ام دیب کرتی بیجین هندکا چکی گلکن چار کلمه نه ده جمله جه چون مستحیل دو لغتی دیده هبد بونمونه عربی بود چیه میشه قرآن عربیه چون که لغت دید بیش عربی و لسان عرب ها نه قومیت عربی نه وقفتن عرب پیتا خون عربی ها قرآنه چون که عربی سه الشعر نثر قرآن عربی ها قرآنه یا جدا یعنی یکی بیدن گلک و گلک جداش عربی ها یا قومیت عرب کار دیدن بجد اعطا محمد خالدا کتابا مثلا يعني بجن انجليزي محمد جيف خالد ابوك اكر ما درس جنا قبل داخل زالي بورين كتشكي احتمال انجليزي ما نجلك درس بد محمد جيف خالد ابوك انجليزي بس افادي درس بد يك كلمة تبي باشو بيش مستحيلة معنى خابدة تخ درس بد محمد جيف خالد ابوك بس عربي دا كلمة اعطى محمد خالدا كتابا وان هر چار كلمة ليجي درس بين هميجي ايك جملة بس تركيزاته ومعلوماتك جديد دته أبصر أعطى يعني دانية أعطى أعطاها تركيزات ومعلومات سر أعطى الدتا محمد خالدا كتابا هكما قول محمد أعطى خالدا كتابا هذا تأكيد ومعلومات سر محمدي تركيزات دين سر محمدي محمدي أعطى خالدا كتابا أبا عولي أعطى محمد خالدا سر أعطايا أعطى دانية بس أولي سر محمدي محمد أعطى خالدا كتابا أفتش لغة دانينا خالدا اعطى محمد كتابا فجاب دا معلوماتك دا خالدي كتاب دا خالد دا خالد تاكيد بد خالد مفعول به مقدم الفري كتابا اعطى محمد خالدا كتاب بس كتاب يعني كتاب دا محمد نتش تدي تحديدا كتاب دا نتش تدي دا كتابا خالدا اعطى محمد كتابا خالدا محمد اعطى كتابا محمد أعطى خالدا محمد كتابا أعطى كتابا محمد خالدا مهم خوش كبرات رزداري يعني أفاد چند أفاد ده جملش وان هر چار كلمة در كد أفاد انجليزي قوي خواب دنه
أفت إنجليزي شهرزا بس تشي بيجي محمد جيف خالد أبوك تنشي بيجي مثلا أبوك جيف محمد خالد نين أفتشتا جملة ندرستا بس تقديم وتأخير وفا هم دي باشين تقديمه بس بحسين نحوي بجا هر إعراب دا كو تغيير حركة آخر الكلمة يعني حركات دماهي كي چو ببت ضمة كسرة آن فتحة يانجي سكون كو بجنه جزم كو عربية دايه هاي چو لغة ديدانينا بونمونا تغيير الحركة وقت حركة تقهرينة چو إعرابت چو نيا إعرابت مثلا دست بيكي جي نيوي جي وقت حركة تقهرينة دست بيكي تمان حركة چو لغة دانينا نو كابت بجم كتبا كاف فتحية تا فتحية باء فتحية ك و ت و ب ن بس خب انجليزي تنوزي كتبا مثلا ك اي ت اي مثلا بي اي بنمونا دي وصل نيوزني بس عربية ما ك و ت و ب ن دست بيكي بنمونا دست بيكا كلمة حركة وقت بيد جهريني دي معناه يد جهريني معناه كا تماما برو واجبي بنمونا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه كلمات وقت حركة دسبيك بتقولني ولا تنكح المشركات يعني جنكيت خوان كتشت خوان ندن مشركة حتى مشرك باوريتين وبصرمانة بن هذا تمام يادت بجد ديف دا بجد ولا تنكي حل مشركين يعني هينجي ما قول ولا تنكي حل مشركات كتشد مشركة نين بخال الخمر نكن كتشد مشركة الخمر نكن حتى بصرمان بن إيمان دينن بس ولا تنكي حل مشركين يعني كتشد خانة دن مشركة حتى أو ظلم المشرك بصرمان بن أن إيمان دينن وجال فيري هكذا تقول ولا تنكي حل مشركين طبعا هذا بيدا بيجي وشيء بيجيد وقت أكيدا بجا كسك وقت إماما كهوسات خويند ولا تنكح المشركاتي أبا تماما بس وقت جاشتي ولا تنكح المشركين هر حرفا عولي ت هر كر فتحة ولا تنكح المشركين حاشا والعياذ بالله قوة تشتاكي جلا جلا كريتا و جلا فضيحة و هكا كلام خده بتا و نا كلام خده و چابي حتى هندقا قوتي أبي خالد خان قوة چه مسألة قوة هكا تقول ولا تنكح المشركين هر وكي هر تب بجي ظلام المشرك بخوا نينن خوا مهر نكن ظلام المشرك حتى بصرمان من إيمان تينه چا إيمان تينه نو دي چا يعني و بري إسلام تشتا كريتا و نين افتشتا چا دي إسلام و بيروس بشت إسلام و بيروس ساتي خده او آيات قرآن بد لو ما هندقا قلت او لحن يعني خلد بي حركة خلد خان معنى چند تتقهريني ولا تنكح المشركين كيشت خوانا دن مشركا نا ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات درستا بس نا ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركين أبا هكا حركة دسبيك بچن معنى تتقهرينه وكي ما قلت غمر وغمر مثلا غمر النيفة بونمونا مرسلين ما يهي مرسلين ما يهي قرآن دا منذرين منذرين مرسل خود تعالى نا مرسل وقتا بجن عفوا مرسل پیغمبرت خودنا مرسل خود تعالى نا مرسل خود وقت بكسره بد مرسل او رسالة بوهاتي فرقرنه منذر كافر نبي شلايت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله پیغمبر من هاتین انذار دانه فانظر كيف كان عاقبه المنذرين منذر وقت حركه نيوي بيت گهرين منذر بحث كافرانه منذر پیغمبر خدا نه اما چند معنی گهرين منذر و منذر اگر بكو بجنه اعراب بنمنا ان الله بريء من المشركين ورسوله خد تعالى بريئة اش مشركة و پیغمبر خودش اش مشركة بريئة وقت كسا كي خوان دي قدي ان الله بريء من المشركين شناب خوانت ورسوله كو حركة دمائي كا اعرابة خوانت ورسوله صح كيف معنى چلو يعني اوي قد انا ابرع يعني قد اجي بريئة مش پیغمبري بو چي صلاة و تسلام قد شاو خود بريئة اش مشركة وش پیغمبري خواجي معنى هفا خلطيه كلي ورسوله خدا بری اش مشرکا پیغمبری ویجی بری اش مشرکا و رسوله نه و رسولیه ظاهره که دی خوشکبرات رزدار عربی ده های لسان العرب کچه لغت داری نام بجن قرآن دا اما بجنه تقدیم و تأخیر مثلا وقتی تو مفعول بهی بین دست بی که معنا حصر و قصر دد تنه ایاک
نعبد وإياك نستعين مفعول به مقدما وقت فقال بجم بونمونا أكرمت زيدا شبه من عيدي تاكريم كربت هكا مقود زيدا أكرمت فقط أو من تاكريم كريم مكافأة كريم يعني إياك نعبد يعني للتخصيص والقصر والحصر وكي وإيايا فارهبون خذت على بجم تني شما بترسل تقديم تأخير قادي معنى دي وقت خود تعالى پیوکی تین دیو داشتنی پیوا دید بجد اواجی معنوی گلگ گلگ معنی کامازنیاتی دا معشر الجنی این استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو یا معشر الجنی والانسی بو چلو ری دست بکی جن اینا چونکی جن پلستر مسافات برن زیترن گلگ خود چون نیزیک استیراد بن وجعلنا رجوما للشیاطین چونکی جنش اجنان گلگ سریعا لو ما خدا عول تحديات جنان كر بري إنسانا يا معشر الجن والإنس بس وقت خدا التحديات بلاغة قرآن بو خلقيت كد بجد قل لإني جتمعت الإنس والجن چنك إنس أجنا جلا جلا بو بيان وبلاغة يعني شوانا وكد بجن شهر زاتر وزاناتر دي سبا مثلا تقديم وتأخير وقت خدا طالب الزانية والزاني بو چنش کی دست بگیرد؟ چونکی جنگ پتری ام بیشین اغراءات شد ظلمی مثلا برو لای خورا کشد آن ام بیشین درگه وی فتنه درگه وی خرابیه یعنی جنگ یا مطلوبه جنگ یا وکی بیشین یا دفاع کرنه یعنی از زانیتو درگه وی گناه فکرنه و ام بیشین یا اغراءات پتری یا جنگیه چونکی جنگ جه جوانی جنگ یا مطلوبه ظلم طالبه لو ما عبرگو از زانیتو یا کریت رجی فاحشه و زنا بوجین که گله گله کریت رج ظلامی از زانیت و زانی بس وقتی بجد و سارق و سارقت و دزیت مزن یت کو گله گله که بجین چجورا جن نشن وان دزیم که بجد کو هندک ظلام مثلا دزی را بن و سارق و سارقت و چکو برادر اصدار بجنه قرآن او لغاته و کی میگویی گله معنا چم بنفه فریفه زنایت لغتی خوشکبرات رزدار یک دقیقه میمایی انشاءالله خلقا به دی بحثه بگین زنایت لغتا نه بس لغت عربیه نه بس لغت همین لغتا کن سه بش انشاءالله خلقا به دی بیجین بجن ما لغتت منعزله تاین منعزل وکی صینی یعنی چا خوشکبرات رزدار یعنی وکی لغت صینی یعنی کل کلمه لا یؤخذ منها ای کلمت سواها هما یک کلمه انگلیسیشی مثلا یعنی که بگویم بونمونه انگلیسی هم بیشین کتاب نه نفسی کلمه او هندک گورین که ونی نه بس آسانه ما لغت منعزلیت هن یت الساقی افت هندک پاشگر حرف ای دو دمایی که ونن و یت تحلیلی میت هن یت تحلیلی و کیا عربی مهم لغت عربی چکی وقتی ما عربي بيجن غني في الاشتقاق ان شاء الله خلقا بيت دي اوي چندها بو بيجن چونكي وقت ما بدمهي كات امجيده الفيري بدمهي كينين هي بيت من اخر مفاج في خلقي ورجت بد كو ام زانين قران ما كلام خدا و كلام كسي جي ات نافداني نه و كي ما گوتي نه كلام اجنا و نه مرو و نه كسيت نافداني نه ملائكه تا تن كلام خدا هي بيت من اخر مفاج في خلقي وحده خلقا بيت بمن بخير والسلام ورحمة الله وبركاته.